رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق العديد من الانتهاكات ضد الأطفال التي تنوعت بين عمليات البيع والشراء لاستخدامهم في التسول أو انخراطهم في أعمال شاقة والتي تدخل في باب التجار بالبشر. أغلب الانتهاكات رصدت في مخيمات اللاجئين والنازحين بعد استغلال ظروفهم الاقتصادية الصعبة من قبل أناس محترفين. يتم في بعض الحالات التي سجلناها ويعني مع الأسف يتم بيع الأطفال لساعات أو لأيام لاستخدامه من قبل أشخاص كبار في مناطق وفي الشوارع في عملية الاسترزاق وأخذ الفلوس من الناس. تشير إحصائيات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كردستان إلى وجود آلاف الأطفال في المخيمات وسط ظروف اقتصادية صعبة، أوضاع تدفع بالبعض إلى الاتجار بأطفالهم من أجل مواصلة الحياة، غير مبالين ما يتعرض له هؤلاء الأطفال. هناك 10% من أطفال العراق الآن، من أطفال كل العراق، هم نازحين، وجزء كبير من النازحين كما تعرف حضرتك هم موجودين في إقليم كردستان. لدينا حوالي 2 مليون أو 1,800,000 نازح موجودين في إقليم كردستان. براءة الأطفال التي تستغل من قبل البعض واستخدامهم في عمليات التسول أو المهن الصعبة ستترك آثارا سلبية على المدى الطويل حسب رأي المنظمات المعنية التي تقف الآن عاجزة عن معالجة المشكلة لافتقارها إلى الدعم وغياب البرامج الحكومية. لهذه الظاهرة أثار خطيرة، ونعلم جيدا أنها ستدوم لسنوات طويلة وستؤثر مستقبلا على شخصية الطفل. لقد طالبنا مرارا بوضع برامج وخطط حكومية بعيدة المدى حول مستقبل الطفل. ما بين الوضع الاقتصادي المتردي وعدم وجود قوانين لحماية الطفل وبرامج لإصلاح أوضاع العائلات المشردة، تبقى الطفولة في خطر. عبد الحميد زيباري، الحرة، أربيل.